تأثير وضعيات الجسم وتأثير الجاذبية على بعض الحالات المرضية. أول حالة اللي هي حالة زيادة السائل الدماغي الشوكي في داخل الجمجمة وداخل الخلايا العصبية في الدماغ. هذه الزيادة ممكن تكون ناتجة عن كتير أمور، أورام سرطانية حميدة أو غير حميدة، التهابات في الدماغ، صعوبة في تفريغ هذا السائل من قبل الجهاز اللمفاوي وتجديده. ففي هاي الحالة الناس هذول اللي بيعانوا من هذه الالتهابات الدماغية وزيادة ضغط الدماغ وزيادة ضغط السائل الدماغي الفترة الصباحية حيشعروا في آلام شقيقة وآلام حادة في الرأس، بسبب انه الوضعية اللي ناموا فيها خلال 8 ساعات زادت من عملية الاحتقان في هذا السائل. وهذا بيؤدي لانه الاعراض بتظهر اكثر شيء لما نصحى الصبح صباحا. من الجهة الاخرى في حالات بيكون في عندهم ترسب وسيلان في هذا السائل الشوكي الدماغي اللي هو حجمه تقريبا نصف لتر، يفرز 4-5 مرات في اليوم بشكل متتالي ويفرغ من قبل الجهاز اللمفاوي. إذا صار في عنا نقصان، النقصان بيجي نتيجة خلل في الأغشية المحيطة في هذا السائل، سائل النقاع الشوكي والحبل الشوكي. ممكن يكون حادث، ممكن تكون إصابة، ممكن يكون في عنا تنفيس أو تفريغ من بين الفقرات، يعني تخلي هذا السائل يخرج للخارج ما يكون مضبوط في الخلايا. إذا كان في عنا تسريب في الحالة، أفضل وقت نشعر فيه إنه الألام راحت، وجع الرأس والتعب وكلية الهمة والدوار، الفترة الصباحية. على العكس الفترة الصباحية بيكون هذا السائل لساته موجود ومش ملحق إنه يتفرغ، فمش هنشعر في هاي الأعراض. هنشعر في وجع الرأس والشقيقة في الفترة بعد الظهر المسائية لما نقوم نوقف من وضعية الجلوس، الوقوف، الحركة، الإكعاد، هذه كله سحب للجاذبية فبنقص السائلات، فبنصير نشعر في الشقاق في الشقيقة والدوار، وجع الرأس في الفترة المسائية. عندنا حالات الدوخة والدوار بسبب انتقالنا من وضعية لوضعية، دوخة ودوار. في حال كنت نايم على بطني أو على ظهري أو على جنبي وبدي أقعد، ممكن أشعر في دوخة ودوار. أو في حال كنت قاعد على الكرسي وبدي أقوم أوقف، ما بحس حالي إلا صار في عندي دورة ودوار. وهذا بسبب عدة أسباب، بس السبب الرئيسي إنه الجهاز العصبي اللا إرادي السمبثاوي اللي هو مسؤول عن انقباض الشرايين وارتفاع ضغط الدم، بيكون في عندنا مشكلة جهاز عصبي سمبثاوي. في هاي الحالة عملية النوم لنوقف مع سحب الجاذبية بحاجة إلى عملية انقباض أكثر في الشرايين وعملية انقباض أكثر في النفرونات لرفع الضغط للأعلى، وهي العملية بيكون فيها خلل، فهيك ما بنلحق من وإحنا نايمين نقوم نوقف إنه ضغطنا داخلياً يتعدل بهالسرعة هذه. وهي الحالة طبعاً بيواجهوها الناس اللي يرقدون بالفراش لفترات طويلة لشهور لأسباب معينة، بعد الحوادث، بعد الغيبوبة، لما يصحوا ما بنقدر نشيلهم من وضعية النوم على الظهر للإكعاد، بضلهم يشعروا في الدوخة والدوار. عبين ما نصير شوي شوي بالتدريج عن طريق التخت المتحرك أو التخت المائل، نصير من وضعية المستوي لوضعية إن نوقفهم بشكل يومي بهذه الوضعية، حتى لو كانوا ما يقدروا يعني يوقفوا، احنا بنحطهم بنربطهم في التخت ولازم يوقفوا، لازم يوقفوا. اي واحد مقعد لازم يوقف بمساعدة بدون المهم لازم نوضع حالنا في وضعية الوقوف، وإلا الجهاز العصبي كله وضبط الضغط بهبط عنا. فهذه حالة. الحالة الثانية طبعا إذا في عندنا فقر دم،
في عنا فقر دم، اذا وضعية الصعود بدها ضغط دم قوي وبدها قوة دم. في حال فش عندي قوة دم، نقص حديد، نقص فيتامين بي 12، نقص نحاس، فقر دم، عدم تغذية، في الحالة حشعر اني دوخة او دوار بسبب انتقالنا من وضعية لوضعية. الحالة الثالثة لما يكون في عنا سوائل متراكمة ومياه في القدمين، يعني انتفاخ في القدم، هذا الانتفاخ ممكن يكون ناتج عن حساسية، عن التهابات في الأغشية المحيطة في العضلات في منطقة القدمين، ممكن الانتفاخات هذه تكون انتفاخات عصبية ناتجة عن ضعف في الأعصاب المتحكمة في الشرايين، ممكن تكون الانتفاخات ناتجة عن تسكيرات في الأوردة، عن مشاكل التهابات في الأوردة وفي الصمامات، وبصير في عندنا ارتجاع للمياه، ممكن أو زيادة في الأملاح، ممكن نقص أو زيادة في البروتينات، بروتينات الدم أو اللي هي أساسي لحفظ توازن السوائل. المهم لما يكون في عندنا سوائل في القدمين وبدنا نكون نقعد من وضعية الجلوس لوضعية الوقوف، ما بنقدر نوقف على جرينا، لأنه لما نوقف التنميل والخضران حتى الشغلة مش عصبية، شغلة انتفاخ وفي الرجلين تجمع سوائل، ما في عندي مشكلة بالعصب، بس بسبب تغيير الوضعية من الجلوس للوقوف، محاولة المشي، في الحالة بتصير أعراض التشنجات وأعراض الحركة وأعراض التنميل، والألام في الرجل هذه المنتفخة تظهر علينا أكثر، بس لما نيجي نوقف، لما نتحرك ونمشي بتروح الآلام هذه، يعني بتخف هذه الآلام وهذه الأعراض مع الحركة ومع المشي ومع أننا نضلنا في حركة مستمرة. لما نقعد بصير في ركود لهالسوائل، لما نيجي نوقف بصير في زيادة لهالسوائل بسبب قوة الجاذبية لضغط الدم. في هالحالة إذا العرض فهمناه بسهل علينا، عشان هيك قاعدين بنحكي عن بعض الأعراض اللي نفهم شو اللي قاعد بصير، هذا حيساعدنا في التشخيص وهذا حيساعدنا في إن نعرف شو نتوقع إذا كان في عنا مثلا انتفاخ في الرجلين، ليش بصير في عنا تنميل وخضران، ليش بصحى الصبح وجع راسي كتير، ليش المسويات بصير عندي وجع الراس، طب إذا جربت نمت على ظهري شو بصير. الحالة اللي بعد هيك بالنسبة لتأثير الجاذبية والوضعيات اللي هي هشاشة العظام، عظامنا 206 عظمة، 204 206 مكسوة في 604 أو 606 من العضلات. في ناس عندهم عضلات مش موجودة عند ناس تانيين، يعني 10% من الناس بعض العضلات بتكون موجودة عندهم بس مختفية عن 90% من الناس التانية، عشان هيك العدد مش دائما دقيق بالنسبة للعضلات والعظام. المهم العظام هي كائن حي، يعني خلايا بناءة وخلايا هدامة. الخلايا البناءة كويسة، يعني هاي الاستوبلاست، هذه اللي بتبني العظم من الفوسفور ومن الكلس ومن البوتاسيوم ومن المنغنيز ومن كل هالعناصر والكبريت، وبتبنيهم خطوة خطوة. وفي عنا الاستروبلاست اللي هو اللي بيعدل هالبناء هاد اللي هي الهادمة، وبتخلي عملية البناء تتحرك بشكل أفضل. يعني لازم يكون خلايا هدامة وخلايا بناءة. طبعا لما نكون في بداية عمرنا الخلايا البناءة بتكون كتير، بعد الأربعين الخلايا الهادمة بتكثر، وعشان هيك بعد الأربعين بنخسر من عظمنا تقريبا من 1-2% من كتلة العظم في جسمنا كل سنة، كل سنة بنخسر 1-2% من الكتلة العظمية. هلا وين المشكلة؟ المشكلة انه الجاذبية ضرورة قصوى لبناء العظام وللحفاظ على صلابتها. الجاذبية يعني الحركة، المشي، لما تحرك ويصير في انقباض للعضلات، العضلات مثبتة بالعظام، يعني انقباض العضلي وشدها بيعمل عملية انقباضات واهتزاز في داخل العظام،
ومن هون لازم نتحرك ولازم نمشي ولازم نتعرض للجاذبية وللاهتزازات عشان العظام تظلها